في فرحه كده وفي سعاده ما بعدها سعاده بيعيشها جمهور نادي الزمالك العظيم. الحقيقه نتائج الفريق الابيض في الفتره الاخيره ما شاء الله، خلينا نقول كده ما شاء الله، عايزين نمسك الخشب سعيده مش عايزين طبعا طبعا سعيده انا زملكاويه ما هو معروف الحكايه دي، مش عايزين نحسد البلانكو الابيض اخر حلاوه وجمال وحاجه كده مزيكا. الزمالك امبارح قطع تذكره الصعود للدور قبل النهائي في دوري الابطال الافريقي رغم انه خسر في رادس بتونس امام الترجي بهدف نظيف، لكن مجموع المباراتين الذهاب اللي كانت الجمعه اللي قبل اللي فاتت ولقاء العوده اللي كان امبارح قدر الزمالك انه يصعد للدور قبل النهائي. مبروك للزملكاويه، لكل الزملكاويه، من حقكم تفرحوا بفريقكم، وطبعا الطموح اكيد هيزيد وليه لا، ده مش غريب على مدرسه الفن والهندسه، ان شاء الله هينافس على لقب البطوله باذن الله. قولوا كده يا رب. يا رب، ومبروك يا رشا ومبروك لكل الزملكاويه. والحقيقه خلينا نقول يعني انه الزمالك فعلا بيثبت يوم بعد يوم انه فريق قوي وكبير، وانا هنا لازم احيي كمان كل لاعبي الفانيلا البيضاء اللي لعبوا قدام الجمهور التونسي، والكل عارف في الكوره انه قوه الجمهور التونسي عامله ازاي، وكمان دخل في الفريق هدف في اول 3 دقائق من اللقاء، ورغم كده فريق الزمالك كان عنده ثبات انفعالي كبير جدا وحافظ على رتم المباراه لحد النهايه لكل الناس اللي اتفرجوا طبعا، وصعد للمرحله اللي بعدها. الف مبروك للزمالك، الف مبروك لكل جماهير الزمالك كمان اللي ناموا او اللي مبسوطين طبعا، وزي ما باركنا للزمالك ان شاء الله كمان هنبارك بكره للنادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي كمان مستني ان هو يفرح النهارده الماتش ان شاء الله، فكل جماهير النادي الاهلي مستنيه انها تفرح، ومخرجنا كمان هو مبسوط ومستني النتيجه. يا رب ينبسط بكره ان شاء الله ينبسط، ما هي ده هيكون قدام سان داونز ان شاء الله في جنوب افريقيا. الشياطين الحمر كسبوا لقاء الذهاب 2-0 وان شاء الله يصعدوا كمان النهارده علشان يكون القطبين قطبين الكره المصريه، الزمالك والاهلي في الدور قبل النهائي ان شاء الله، واي واحد فيهم يفوز بالبطوله ان شاء الله، فده في صالح كمان الكوره المصريه، كلنا هنتابع اكيد. يعني امبارح احنا كنا كلنا بنشجع الزمالك، النهارده كلنا نشجع الاهلي. نتمنى كلنا كده نشجع كلنا الاهلي في ظهرهم. لا انا هشجع الاهلي النهارده لانه فريق مصري ولازم نشجع.